السلام عليكم. اليوم بدنا نعمل أكلي طيب كتير من البطاطا ومن التونة. أكل كتير لذيذ مميز، يعني فينا نقول إنها شبيهة للسوشي. كيف نحنا رح نقدر نعملها؟ طريقتها كتير سهلة. بالبداية رح خرط البطاطا طريقة غريبة شوي، ممكن أول مرة بتشوفوها. خرطنا البطاطا ورح نسلقها. هون أنا بعد ما سلقت البطاطا مثل ما شايفين رح باشر بهرسون بواسطة الشوك اللي معي، رح نهرسهم كتير منيح لحتى كل البطاطا اللي معي يصيروا كتير كتير مهروسين، ما بدي أي تكتلات فيهم نهائيا لحتى تزبط معي هيدي الأكلة اللي بدنا نعملها. طبعا هلا أنا بدي أضيف بهارات مطيبات للبطاطا، فيكن إذا بدكن تحطوا بقدونس بتعطوها نكهة، ولكن أنا ما رح أحط بقدونس أبدا، أنا رح أكتفي بالبطاطا ورح أكتفي بالمطيبات اللي أنا بدي أحطها. أسهل طريقة لهرس البطاطا إنه نعملها بهيدا الشكل، نبرم الصحن وبالشوكة أيضا بنهرس بسرعة بطاطا، وبالإضافة للفلفل الأسود أو السبع بهارات يلي هن عبارة عن قرفة، زنجبيل، مطحون، كمون ناعم، أيضا الفلفل الأبيض اللي بيتدخله شوية حار، الحبة الهالي المطحون، يعني هو السبع بهارات متعدد البهارات، في كتير أصناف بيكون موجود بالسبع بهارات بيعطونا طعم كتير 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 طيبة للأكل اللي نحن حابين طبعا نعمله. هلا أنا بحاجة لبيضة كاملة، رح حط بيضة كاملة فوق البطاطا مثل ما شايفين، رح نخلطهم كلياتهم بقلب بعض. حتقولولي جمانة ضروري نحط بيض، نحن ما منحب البيض، رح قلكن أكيد مفروض أنه ينحط البيض لأنه البيض رح يعطي قوام للبطاطا وما حتخلي البطاطا أنها تفرط وقت القلي، فهي بتعطيها قوام مشدود، وبحال ما حطينا البطاطا ما حطينا البيض رح يفرط معنا وقت القلي، رح يفرط معنا البطاطا، فالبيض كتير مهم وما تخافوا، ما نهائيا ما بتحسوا بطعمة البيض أو حتى بتشعروا فيه بالمرة. هون طبعا انا خلطت كل المكونات بقلب بعض. هلا رح ضيف دقيق ابيض، حطيت انا هون تقريبا 3 معالق كبار، رح نخلطهم كمان كلهم ببعض. هلا بتشوفوا هيدي الاكله كتير كتير طيبه وكتير مميزه وما بتخطر على بال حدا. هلا رح اعجنهم كلياتهم بقلب بعض. رح نعجنهم كتير منيح. وهيدي علبة التونة، هلأ أنا رح أفتحها وكل الماي الموجودة بقلبها والزيت الموجود بقلبها أنا بدي أرمي، ما بدي أبدا، كله هيدا رح شيله. هلأ أنا شلتهم بقي شوي مش مشكل. هي علبة التونة فتحناها، فيكن إذا بدكن تستخدموا التونة الحارة بتطلع أطيب بكتير إذا بتحبوا الحار. عندي هون على جنب البيض رح نخفقه،
رح ناخد هلأ قطع من البطاطا ورح نفردها هيك على راحة ايدنا، ورح نحط بقلبها تونة، يعني مثل السوشي. شفتوا بهيدي الطريقة؟ ورح نجيب البطاطا ورح نسكرها. هلا اذا لقيتوا صعوبة بتكوير او بانه تعملوها هيك بهيدا الشكل للبطاطا، فيكن تستعينوا بشوية زيت على جنب بيسهل معكن الموضوع بهيدي الطريقة. هلا مباشرة رح تنزل بالبيض مثل ما شايفين، ما تخافوا البيض ما رح، مثل ما ذكرت، ما رح يكون له اي تأثير لريحة زفارة ولا اي شي بالمرة، لانه اصلا نحن بس نشتري الاسكالوب الجاهز اللي بيكون فيه بقسماط او كعك ونقلي، اصلا هو بيكون معمول بالبيض وبنحط بيض وبعدين بحطه بالكعك. فنحن عم نعمل نفس الطريقة، رجعنا شلناهم، شلنا البطاطا بهيدا الشكل وحطيناها مباشرة بالكعك او بمطحون الكعك او بالبقسماط المطحون، ولا اسهل من هيدي الطريقة. اكلك طيب كتير. طبعا هلا بشوفوا كيف رح تطلع معنا، وهيدا طبعا مثل ما شايفين عندي حبة البطاطا الجاهزة لحتى طبعا تنزل بالزيت. فيكن اذا بدكن تعملوها بغير طريقة فيكن تعملوها اصابع كمان بيطلع شكلها كتير حلو. كمان رح ناخد بعد وحدة ونعملها قدامكن، كمان بفردها على ايدي بهيدا الشكل، باخد كمان كمية من التونة. اذا بتحبوا فيكن تستبدلوا التونة بالجبنة الموزاريلا هيك وقت تتعرض للحرارة لنقليها، وقت نقليها بالزيت ونفتح حبة البطاطا عنا بينزل الجبنة سايحة فبتط شكلها كتير حلو وطعمتها ولا اروع. فانا طبعا هون عم اقدم لكم فكرة كمان غير الناس اللي ما بحبوا انه ياكلوا تونة، كمان مننزلها بالبيض. بهيدا الشكل كمان منشيلها مباشرة ومنحطها بقلب الكعك. كمان الكريسبي على فكرة بينعمل بنفس الطريقة، بنحط بالبيض وبيرجع بنحط بالكعك مثل ما شايفين بهيدي الطريقة. هلأ رح احطها على جنب. اذا كنتم من المتابعين الجدد والمحتوى حبيتوه وحابين يوصلكم مني كل شي جديد، بس اكبسوا كلمة اشتراك سبسكرايب اسفل الفيديو مع تفعيل الجرس، وبهيدي الطريقة بتكونوا اشتركتوا وصرتوا فرد من عائلتنا الكبيرة. ويا اهلا وسهلا فيكم. هلأ مباشرة، هلأ هون مثل ما شايفين خلصوا عندي، وهلأ مباشرة بدي حطهم بالمقلة لحتى اقليهم. حميت انا عندي الزيت وليكو اسم الله كيف طالعين، بسم الله. يعني أكلي مميزة، أكلي روعة إذا بدكن، يعني فيها طاقة وفيها فيتامينات وفيها نشاط. تونة كتير مهم أصلا، في فيتامين كتير مهم للجسم، بالإضافة أيضا للبطاطا يلي هو نشويات وكتير مفيد للجسم. رح نزيحهم هون كلهم على جنب لانه اصلا فينا بعد نحط حبات بطاطا بقلب المقلة. انا هون عم بقليهم على نار عادي، يعني فينا نقليهم على نار ما ضروري تكون متوسطة ابدا، عادي مدور الغاز عادي. والسبب انه اصلا كل البطاطا عنا مسلوقة وما بدنا اياها اصلا ترجع، يعني انه نطهيها من جديد لانه اصلا هي مطهية، بس نحنا بدنا نقلي الكعك الموجود بالخارج. هون بلش عندي يتحمر مثل ما شايفين، ما اخذ وقت ابدا، بسرعة بيخلصوا. اكلي كتير طيبة، انا بنصحكم تجربوها، واذا حبيتوا هيدي الطريقة اللي انا عملتها
ما تنسوا تعملوا له مشاركة مع الأصحاب، وأيضا مشاركة عندكم على الفيسبوك لتوصل لأكبر عدد من الناس والكل يستفيد. أكلات بسيطة، من حبة بطاطا وحدة، استخدمت طبعا أنا حبة بطاطا كبيرة، وأيضا من علبة تونة فينا نعمل كمية كتير كبيرة. ليكوا هالألوان الحلوة اللي بلشت تعطينا مثل ما شايفين. يعني ألوان روعة، شي بشهي. هتقولوا لي طيب جمانة بنقدر نعملها بالفرن؟ بقول لكم لا، أكيد هي ما بتنعمل بالفرن، لأنه نحن بدنا نقمر الكعك تقمير ونقليه قلي، فبتطلع أطيب. يعني إذا عملناه بالفرن ما رح تطلع طيبة بالمرة، فالأفضل إنه تنقلها. لأنه دايما طبعا بتجيني أسئلة بهيدا الموضوع، إنه بنقدر نعملها بالفرن. هو منه غلط، بس هي الأفضلية إنه تنقلها بالزيت. طبعا مثل ما شايفين هي النتيجة النهائية، بطاطا بالتونة من يعني ولا أروع، صدقوني شي مميز، شي كتير حلو. ليكو ما شاء الله كيف طالعين. رح شيل هلأ وحدة وافتحها قدامكم وأكلها. كتير كتير طيبة، أنا كذا مرة صرت عامليتها وعجبتني كتير وعجبت العائلة. أنا بنصحكم تجربوها. أنا هلأ بدي ودعكم، إن شاء الله يا رب كون دايما ضيفة خفيفة عقلوبكم، وكل شي عم قدمه يعجبكم وتحبوا. أنا بدي ودعكم، بحبكم كتير، رح أشتاقلكم للفيديو القادم. ما تنسوا لايك واشتراك بالقناة ليوصلكم مني كل شي جديد. لايكو ما شاء الله كيف طالعة من الداخل غير شكل. كتير طيبة. باي باي.